ابشر والله بس انت من عمرك انت لا لا ما عليك ترى الاسبوع هذا اسبوع الشيخه مو ما راح عندي شغل صارم خليك لنا ذخر الله يطول عمرك الاوامر والقرارات اللي نزلت البارحه تمشي عليها ان شاء الله وانتم رايجيني في انا ماشي مع الانظمه والقوانين واعين معك معاون بس انا احب انبه الله يطول تذكير كل سواله ما راح يطبق اي شيء انا اعرف المشكله شريره جنب شريره المستشار سجل ابو هادي في ذمتك مسجله هاك اللمبه هات وش انت يا اللمبه دي؟ اي لمبه؟ لمبه اللي جنب على الرصيف اللي جنب اي خلاص صرامها ناصر ابريك سجل ابو هادي خذ الملاحظه هل هي صحيحه؟ لا ابو هادي مو لازم كذا فيها ازرق؟ فيه حطني الازرق اربع ها؟ اي هذا احنا فتره العصر يا اخوان لازم الواحد ان يعوض سوائل سلام ايش ازرق احمر همرني ازرق ايش يقصد ما ادري امزح ابو هادي كم تقيم الضرر حياك الله حياك الله حياك الله اخوي تركي إيه؟ الله يحييك الله يحييك يا مرحبا اسمع اكتب قام ناصر البريك ما بقام كسر ناصر لا بكسر بصرم الشيخ لازم نرفع له التقرير لازم يكون خطاب نعم خطاب رسمي هذا ايش شو اسمه ذا عصير فايش تبغاني اساعدك كمستشار تبغاني اروح اصفقه لا نيمون تصفق مين يا نيمون زهراني اصغر عيالك تصفق لا اصفق اللي يخطو ليه تصفقه تعذيبا لا لا ما عندنا تصفيق ولا عندنا رفع يد ولا نعم الكلام هذا مش ممكن مش ممكن كيف؟ ليه؟ ليه؟ أنا شو اسمي؟ ناصر القادح والله ماني قادح أنت قادح؟ لا تعال مشمع ويش؟ في موضوع في النوم كم؟ تضبطني؟ تضبطني تعال شكرا يوم نفكع باللونة؟ على من؟ أنا الشيخ ولا تركي ولا الزهراني الزهراني عشان يدك كسري دي خلاص يلا متى ساكن؟ متى تبي؟ اللي تبي انت ساكن الاولى الشيخ بيسحب مايكي ما يدري نجحت لا عادي بيفوت خلنا نخش هذه نزل تحت ايه عندك الزهراني وعندك من الزهراني ومناحي زهراني ومناحي والشيخ الشيخ من مو في شلون لا الشيخ لا كبر ابوك زحمان تشلي بولينا كنا اسمه بولينا نفخة بولينا عادي شيخ دهن بطل عليه زهراني لو انك فوق الحين يا ناصر الله عبدي فوق دز راح جيب بولونا وانا بسولف معك ورحمة شو الزهراني شو كل وقتك الحين فكها انا عينها غير 20 ساعة انتك عينها حجر وقصة خاصة عين الكاميرا عين حجرة كل والله بسم الله اي والله حجر ورا خلص فزت عين ده هاي كلام واضح يخص عين صدق في عشان يجي لقطة كذا والله ما نخطط عليك خلينا نجلس على خلينا هذه العلم الحين انه اي امسك ناصر تكفي ناصر وين تسوي رعين تحت يوم ها من ايدي ناصر بريك خلينا رجلي توجعني روح لقدامي رجلي توجعني يا ولد توجعني ايدي ورجلي توجعني قومني عانزني زي الناس ايدي توجعني ورجلي توجعني ايوه ولدي اصعد قوم
لان الوقت الشيخ ايش مسوي؟ وش اقول لهم اللي توجعني دي ولا دي؟ هذي مسكيتك. لا لا واقول ايدي هذي توجعني اسمع. ها اقول لهم ذي. يلا كيف كيف؟